كريستيانو ناردو، الأمر اللي خلى الكل في السوشيال ميديا الفترة الأخيرة ينبهر بقناته على اليوتيوب، القناة اللي حطمت كل الأرقام القياسية. أقل من أسبوع أو أقل من 10 أيام يقدر كريستيانو ناردو إن هو يوصل لخمسين مليون مشترك على اليوتيوب. وهنا كريستيانو ناردو بادئ إن هو يحطم كل الأرقام القياسية. ففي الساعة الأولى قدر إن هو يتخطى المليون متابع وياخد الدرع، الدرع الذهبي. انتوا تخيلوا الأمر، تخيلوا الأمر، أو في خلال ساعات قليلة بعد افتتاح قناته إن هو يحصل على الدرع، درع المليون اللي فيه كتير من صناع المحتوى على اليوتيوب بيقعدوا سنين علشان يوصلوا للرقم ده ويحصلوا على الجائزة القيمة دي، ولكن كريستيانو ناردو يقدر يحطمها ويحصل على الدرع الذهبي في خلال ساعات. ومش بس ان هو يوصل لخمسين مليون مشترك على اليوتيوب، قناة ريال مدريد، قناة برشلونة، قناة الفيفا نفسها أو الاتحاد الدولي لكرة القدم يتخطى كريستيانو ناردو ويوصل لخمسين مليون مشترك في أقل من 10 أيام. والأمر مش اكتفى على كده وبس، لا، ده كمان كريستيانو ناردو هيقدر يتخطى المليار متابع على كل منصاته، سواء تيك توك، سواء انستجرام، سواء فيسبوك، سواء اليوتيوب. هيقدر يحطم كل الأرقام. هنا صناع المحتوى في العالم كله زي مستر بيست وابو فيلا في الوطن العربي في حالة اندهاش، في حالة ذهول. انت جيت لنا منين يا كريستيانو؟ انت طلعت لنا منين يا كريستيانو؟ كريستيانو ناردو اصبح عقبة للجميع، اصبح مشكلة لكل صناع المحتوى. كريستيانو ناردو اللي على مشارف الاربعين سنة ان هو هيقدر يحطم كل الارقام، ومش كده بس، ده ارقام في الايرادات، وارقام في عدد المشاهدات على القناة بتاعته. ده كريستيانو لما بينشر صورة بس على المنتدى بتاعت قناته بتحصد ملايين ملايين المشاركات وملايين التعليقات. انت مودينا الفين يا كريستيانو؟ هنا يا جماعة الأمر الغير عادي. هنا الكل بيتساءل، هل اليوتيوب بيدعم كريستيانو ناردو وبيروج لقناته غير العادي؟ يعني ما تقوليش ان كريستيانو ناردو بسبب ان هو يعمل قناة على اليوتيوب الكل يدخل على اليوتيوب ويتفاعل معاه. هو اليوتيوب ازاي ان هو صنع درع، وقدر يصنع درع ذهبي ودرع فضي ودرع العشرة مليون مشترك لكريستيانو في الساعات القليلة دي؟ لا، كل شيء من وجهة نظري كان مترتب. وكمان يا جماعة كريستيانو ناردو بالتأكيد ان اليوتيوب هو اللي دعيه ان هو يفتح قناة على اليوتيوب. امر مش طبيعي ولا عادي، امر غير عادي. ما تقوليش شمال ولا يمين، الامر فيه ان كريستيانو ناردو مدعوم من اليوتيوب شخصيا، وده اتهام صريح لكريستيانو، انت مدعوم من اليوتيوب.